مشاهدي الكرام، على الهاتف معنا السيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح. سيد عليان، أهلا بك. ربما هناك تصريحات كثيرة من أكثر من مسؤول. تبدأ أولا بتصريح وزير الخارجية المصري حيث أشار إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يؤثر سلبا على استئناف السلام. أبو الغيط أيضا الأمين العام للجامعة العربية توقع أن نقل السفارة سوف يزيد العنف والتطرف في المنطقة. سيد عليان، ما هو تأثير هذا القرار المزمع على الوضع وعلى العملية السلمية، وماذا ستقدم الجامعة مقابل ما يحدث الآن؟ يعني أولا أعتقد أن هذه بلطجة سياسية. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس البلطجة السياسية على المستوى الدولي. هنالك قوانين دولية وهنالك قرارات أممية بهذا الشأن تتعلق تتحدث عن القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران. وعندما نتحدث أيضا عن المبادرات الدولية وعن الاتفاقيات الدولية، هنالك الكثير من القرارات الأممية التي تؤكد خصوصية القدس وتؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ولكن سيد عليان، هناك قرارات دولية وأممية كثيرة في العالم وفي في أزمات كثيرة، خاصة الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية، لكنها لا تنفذ، كأنها حبر على ورق، خاصة من جانب الإدارة الأمريكية أو من جانب الإدارة الإسرائيلية. بالتأكيد هذا كلام دقيق. لهذا السبب أقول أنني أشكك حتى اللحظة من إمكانية الإدارة الأمريكية من أن تقدم على هذه الخطوة، لأنها تعلم جيدا أن القدس هي خط أحمر، أن من سيدفع ثمن هذه الخطوة هو الشارع الإسرائيلي والشارع الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستخاف على رعاياها في كل الدول، لأن أعتقد أن الرعايا الأمريكيين سيكونوا مستهدفين لكل من هو عربي، لكل من هو مسلم، إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على هذه الحماسة. نحن نقول بشكل واضح أننا نرفض كل هذه القرارات وسنقاومها، وعلى المجتمع العربي وعلى الأمة العربية والإسلامية أن تدافع فقط عن مبادرة السلام العربية التي هي من أطلقتها. نحن رحبنا فيها كفلسطينيين وكقيادة فلسطينية، وقلنا أن مبادرة السلام العربية هي أرضية راسخة لنا للوصول إلى اتفاق بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. ولكن من الواضح أن هنالك مقياس جديد لعملية الحل على أساس إرضاء الطرف الإسرائيلي على أساس الحقوق الفلسطينية، وهنالك عملية مقايدة على حساب الملف الفلسطيني لصالح. نعم، اسمح لي سيد عليان، ماذا ستقدم مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية من خلال الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين؟ هل هناك اقتراح محدد سوف تطرحه مندوبية دولة فلسطين في هذا الاجتماع الطارئ؟ بالتأكيد نحن سننقل كل المخاطر التي ستحدث ما إذا أقدمت الولايات المتحدة على مثل هذه الخطوة. هنالك ملف كامل لتداعيات هذا القرار، وسنضع المجتمعين في هذه الاجتماع أمام مسؤولياتهم ما إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الخطوة، لأن هذه الخطوة بالتأكيد ستفجر ليس فقط المنطقة، ستفجر العالم برمته. لهذا السبب على المجتمعين أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى حجم المأساة التي ستتعرض لها القضية الفلسطينية، لا بل القضية العربية بشكل كامل، إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على انتهاك القانون الدولي ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وعليهم أيضا أن يدافعوا عن القدس، لأن القدس ليست قضية فلسطينية فحسب، هذه قضية عربية وإسلامية بامتياز. شكرا جزيلا سيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح، كان معنا معلقا على طلب مندوبية دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لدى جامعة الدول العربية. مشاهدي الكرام.